يوم الجمعة امبارح مباحث القسم الوراق في الجيزة لقوا في الأول كده بطاقة وكارنيه وفلوس لطالبة اسمها شهد أحمد كمال. شكوا طبعا، لقوها على النيل، شكوا طبعا، فبدأوا يعملوا فرق البحث، وبالفعل بالقرب من المكان اللي لقوا الورق فيه نزلوا النيل، لقوا الجثة شهد، اهي الصورة بتاعتها، لقوا جثة شهد احمد كمال بكامل ملابسها ولا يبدو عليها اي اثار اعتداء من اي نوع، وكان الترجيح الاولاني انه دي عملية انتحار. طيب لما نرجع كده، مين بقى شهد دي؟ شهد دي بنت مصرية عندها 19 سنة من العريش، بتدرس في كلية الصيدلة جامعة قناة السويس سنة تاني. شهد كانت متعودة ان هي يوم الاربع كل اسبوع بترجع لأهلها في العريش، بتقضي معاهم الخميس والجمعة والسبت 3 ايام، وبعدين ترجع يوم الحد الكلية. يوم الاربع اللي فات شهد خرجت من السكن بتاعها في اسماعيليه ودخلت الكليه بتاعتها، وما كانش انتوا عارفين الطلبه بتوع طب وصيدله بيبقوا داخلين كلياتهم كده حاطين البلطو الابيض على ايدهم وداخلين في مشهد فيه اعتزاز يعني. فمن واقع الكاميرات بتاعه الجامعه، شهد لما دخلت يوم الاربع الصبح ما كانتش شايله البلطو الابيض بتاعها، وطلبت من احدى زميلاتها انها تسلفها فلوس، وقالت لها يعني اليوم الحد ان شاء الله هرجع لك الفلوس. خلص يوم الاربع، المفاجأة انه شهد ما رجعتش البيت في العريش، ولكن طبقا للكاميرات اللي في موقف الاسماعيلية ركبت للقاهرة. كلام ده من يوم الاربع. اهلها متعودين ان هي بترجع يوم الاربع اخر النهار لبيتهم في العريش، ما رجعتش، تليفونها مقفول، صديقاتها ما يعرفوش عنها حاجة، بدأوا يكتبوا على السوشيال ميديا انه البنت لحد ما عثرت المباحث في مباحث الجيزة على الجثة بهذا الشكل. طيب ليه بقول ورقة قديمة؟ انا بقول لكم القصة ببساطة شديدة جدا، اللي هو انت قدام حادثة ممكن كل يوم تحصل مثل هذه الحوادث. بدأوا اللاعبون بقى بالاوراق القديمة على طول، اول ما الجثه طلعت ولسه ما حدش يعرف الا يمكن اسمها، ما يعرفش حد ظروف اللي حصلت حواليها ايه، فبداوا يقولوا لك انه البنت ماتت مظلومه وماتت مقهوره، وانه النظام الذي يظلم مواطنيه ويظلم رعاياه، ولا بد من البحث عن حق البنت، اللي هو ايه التوجيه رايح لهذه اللجان، فبينفذوه بغباء. اي حادثه ولع فيها، اي موضوع قول انه النظام هو السبب، وبعدين يكتبوا رصد بقى تهتم بالموضوع، والاضيش الاخوان يقول لك الدم ما بيجيبش الا دم. يا جماعه في ايه؟ المساله مساله عاديه. لما بدات التحقيقات في هذا الموضوع لقينا الاتي، انه شهد قبل كده والدها كان حرر محضر باختفائها، يعني اختفت فتره وبعدين لقوه. وثانيا انها كانت بتمر طبعا كل زميلاتها في كليه صيدله بجامعه قناه السويس اشادوا بالتزامها وباخلاقها، وبانه البنت يعني مثال في الادب والاخلاق، لكن هي كانت خارجه من تجربه خطوبه وانتهت، فكانت عايشه وقت صعب جدا نفسيا ادى الى نوع من التازم، لانه هي كمان كانت بتعالج عند طبيب نفسي من الوسواس القهري، فالبنت ظروفها النفسيه صعبه. في لحظه معينه انت ممكن تفقد ايمانك بجدوى الحياه، يعني ما ايه الحياه اللي انا عايشها دي، وتاخد قرار رغم انه هذا القرار صعب، انه يعني الشخص يقدم على الانتحار. الموقف صعب طبعا، موقف صعب طبعا، وظروفه مريبة وغامضة. يعني البنت كانت بتفكر في ايه لما طلعت من كليتها في كلية صيدلة جامعة قناة السويس يوم الاربع اخر نهار، فبدل ما تروح بيتهم في العريش تيجي على القاهرة.
عايزه ترمي نفسها في النيل مثلا زي ما حصل بالفعل، فكرت في ايه؟ حسبتها ازاي؟ كانت هربانه من ايه؟ انا طبعا قلبي مع اسرتها، لانه يعني الحادثه بهذا الشكل بتبقى عامله مشكله في المجتمع، يعني بتبقى عامله مشكله لانه المجتمع جاهز بحكمه فيقول لك ايه، المنتحر بيخش النار والمنتحر كافر و الى اخره. وعايز اقول لكم انه في اراء فقهيه تعفي المنتحر لانه تحت ضغط، يعني لا يعلم احد كم الضغوط اللي كانت على شهد دفعتها الى انها تتخلص من حياتها. فانا ارجو ان محدش يقعد يطلع يفتي، انا ما بقدمش فتوى ولا حاجه، بس انا بقول انه ربنا ارحم كتير جدا لانه بيبقى مقدر الضغوط اللي على هذه البنت، بنت صغيره عندها 19 سنه، ضغوط ضخمه جدا عليها دفعتها الى ان تتخلص من حياتها. فبتبقى المجتمع متنمر، فالاسره طبعا اكيد في حاله صعبه. انا بتقدم لهم بالعزاء يعني، وبتوجه لحضراتكم كل واحد في قلبه ذره من ايمان يدعو لهذه الفتاه الصغيره ويقرا لها الفاتحه ويطلب ان ربنا يعني يتغمدها برحمته ويسامحها. لكن ده تدليل على ايه؟ ده تدليل على ايه؟ على انه احنا قدام ناس مش عايزين هذا المجتمع يبقى عايش في هدوء. لما بتيجي حادثه بسيطه فيطلع هذه الورقه القديمه اللي هم بيروجوها، لو انت في حادثه جريمه قتل في كذا كذا كذا، لا اطلع واكتب وقول، والمجتمع والناس والدوله والنظام والرئيس والبتاع دول كلهم سبب في مثل هذه الحوادث، وده موضوع بعيد تماما.